ابني والروح القدس امين. ما اكثر الحجج التي يقدمها كل واحد منا للرب لكي لا يلتزم ولكي لا يسلك كما يليق به كمسيحي. الرب هيأ مائدته، اهتم بكل شيء، اهتم بأن تكون أنت معه، بأن تكون مخلصا ساكنا في الفردوس. وضع ذاته على الصليب وذبح وقدم نفسه عن خطاياك لكي يخلصك، وها هو يعد لك مائدة فاخرة ويطلبك. ونحن كما فعل هؤلاء الذين سمعنا عنهم الآن في الإنجيل أرادوا أن يستعفوا من الدعوة، نحن أيضا في عشقة حياتنا المادية اليومية، ما في أشطر منا، نحن ما في أشطر منا بأن نستعفي من أمور الله. والسؤال يبقى، ماذا يعني أن الله في حياتك؟ هل هو كل حياتك أم لا؟ قال بولس الرسول: إن عشت إن حييت فأحيا لله، وإن مت أموت لله أيضا، لأن الله أعطاني الحياة فأنا أكون معه في كل يوم. أين التزامنا في دعوة الله لنا؟ أين تلبيتنا لدعوة العشاء ونحن سكارى في هذه الدنيا؟ دنيا يبدأ خدمة، دنيا يبدأ خدمة، والقلب يعرفه الله، ولست بديان لأحد، لكن من مظهره للإنسان تعرف إذا هو مع الله ولا مش مع الله. من تصرفاته، هل هو يسعى كل واحد منا في كل يوم أن يمتلك الفضيلة؟ هل عم بيقلنا بولس بدكم تكرهوا الخطايا، بدكم تكرهوا الطمع والبخل الذي هو عبادة وثن، لأنه هذا صاحب هذه العاهة يصير اتكاله كله على المال ويترك الله؟ تكره الكذب، لا تكذبوا بعضكم على بعض، بدك تكره الغضب، بدك تكره الحقد، بدك تكره لا مبالاة، بدك تكره كسلك، بدك تكره انه انت صار عمرك 50 و60 و70 و80 وبعدك كما انت. ماذا تغير؟ ادعوك الله اليه لتتغير حتى يتغير الواحد منا ويصير على صورة خالقه. اخلع الانسان العتيق، انت غير الميلاد آت، طفل المغارة يناديك في برد هذه الدنيا الروحي، يناديك تكون له دفئا ومحبة وعطاء وفضيلة وسجودا وصلاة أو بمدادتي. كل هودي اللي عم نعدهم هلا ما بيعنونا، لأنه في أشياء تاني بالدنيا بتعنينا أكثر، بيعنينا نهتم بأنفسنا، بيعنينا نهتم بملبسنا، بيعنينا نهتم بمأكلنا، بيعنينا نهتم بشهواتنا وأن نغذيها، نترك الأمور كما هي. الدعوة قائمة والرب سيضطر الناس إلى الدخول، لكن الخطير اللي سمعناه من الآخر إنه هؤلاء اللي كانوا داعين، يعني نحن، لن يكون لهم
خاصته وخاصته لم تقبله. أتى إلى كل واحد منا ونحن لهونا. الميلاد آت، أنت أين من هذا؟ وين أنت؟ وين فلان؟ شو عم تعمل؟ شو عم تفكر؟ كيف عم تتصرف؟ شو عم تعمل؟ تغير شيء بحياتك؟ أنت فهمت إنه الميلاد آت؟ إنه الله عم يدعيك لتكون معه؟ أن نكون على مستوى هذه الدعوة وأن ندخل وأن نكون من المخطرين. والمخطرين ليسوا هم الذين يختارهم الله، بل هم الذين اختار الله. الله بيحب كل الناس، الله ما بيميز بين حدا، الله بيبعث محبته لكل الناس، بس هالناس هولي نحن كيف بنتفاعل مع هالمحبة؟ بأنانية والله، بتواضع، بمحبة والله، بكرم، بحرارة أم بكسل؟ كيف نتفاعل؟ إنسان بيختار وين بده يكون. المائدة معدة والطعام معد، الله هو طعامنا، ونحن بدنا نكون جالسين على المائدة الرب، لأنه ما إلنا حياة، ما إلنا حياة هون، ما إلنا حياة هون أبداً إلا بيسوع. المسيحيين هن زوار في هذه الدنيا ولا موطن لهم. صحيح منحب الجغرافيا شوي، ولكنها ليست المبتغى. المبتغى هو وجه المسيح. نحن زوار وموطننا هو السماوات. إن كنا هنا فنحن في السماوات، وإن ذهبنا إلى الحياة الأبدية نحن في السماوات أيضا. إن عرفنا محبة المسيح وسكننا هذه الدنيا ولقينا الآخر بالقلب، ولقينا الناس بالمحبة وحضرناهم وكنا معهم. يا إخوة، أرجوكم أن تعلموا وأن تنتبهوا أن حياتنا كلها هي مع يسوع، ومتى ظهر المسيح تولدون أنتم في هذه البلاد. الواحد منا بهالبلاد بفتش عن ولادته، عن ولادته بالمسيح، يعني بيسمح لله يولد فيه، بيولد الله فيه وبيولد إله بالمسيح. الواحد منا بيولد بالمسيح فنظهر ممجدين في هذه الدنيا، وهكذا نكون في البلاد. ونحن نعيد اليوم لأجداد المسيح بالجسد الذين قبل الشريعة وبعد الشريعة، ولا شريعة لنا سوى الكتاب المقدس الذي هو حياتنا والذي هو موصلنا إلى المسيح. يا من